أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. أطلقت وزارة الصحة تحذيرات للمواطنين من حصول موجة ثانية أقصى لوباء كورونا في حال عدم التقييد بتعليمات الوقاية، وتتابع الوزارة الموقف الوبائي المحلي والدولي بحسب وجود مخاطر كبيرة من ارتفاع الإصابات بموجة ثانية قد تكون أقصى من الأولى كما يحدث الآن في العديد من الدول، وبحسب ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية لأسباب عديدة، منها أن أمد المناعة التي تمنحها الإصابة ما زال غير معروف، وإمكانية الإصابة مرة أخرى محتملة جدا، ومن الخطأ التعويل عليها وترك الإجراءات الوقائية. إلى ذلك تعاني بعض الجامعات العراقية من تراخي الطلبة في الالتزام بوسائل الوقاية، والتي من الممكن أن تكون هي السبيل الأكثر أمانا وأقل جهدا والأنسب اقتصاديا. فما مدى الالتزام الحاصل لدى الطلبة العراقيين؟ وكيف هي حياتهم في المختبرات العلمية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يعول على ذلك أو على تلك الإجراءات الوقائية داخل الحرم الجامعي؟ كل ذلك وأكثر والكثير من الأسئلة نناقشها مع ضيوفنا الموجودين داخل الاستوديو، الدكتور الأستاذ المساعد الدكتور ماهر يحيى، عميد كلية الهندسة الخوارزمي جامعة بغداد، نورتنا في برنامج وعيكم، أهلا وسهلا. والدكتورة نيران التميمي، اختصاص طب عدلي، عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، نورتينا، أهلا وسهلا. أنت النور، صباح الخير عليكم يا أهلاً وسهلاً. على مشاهديكم، أهلا وسهلا. إذا راح نبلش وياكم إحنا وفي الكثير من الأسئلة، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. جامعات لا زال الطلبة فيها يحرصون على أن يكملوا عاما دراسيا لا زالت الجائحة تلقي بظلالها عليه، فيما تمسك عمادات الكليات بكل خيوط الأمل المؤدية للنجاح. هذا طبعا بسبب الجائحة اللي حاليا لحد الآن مستمرة علينا من العام الماضي لحد هاللحظة، وهي طبعا احنا لتطبيقا لما جتنا التعليمات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي هي على ضوء توجيهات ايضا خلية الأزمة، هي حفاظا على سلامة الطلبة والأساتذة والموظفين. حقيقة هو هذا الإجراء سليم، يعني نوع ما لتقليل او للحد من الإصابات. وضعت الكلية مع بداية الجائحة خطط على مستويات في آنية ومستقبلية لعملية علاج هذه الحالات، وبدأت من خلال التواصل الإلكتروني مع الطلاب ووضع مجموعة من اللجان لوضع حلول للمشاكل اللي ممكن أن تطرأ. التراخي في تطبيق الإجراءات أو التنامي فيها يظل يعتمد على مستوى الوعي ضد حالة الوباء التي تكاد تدخل عامها الثاني. احنا الحمد لله والشكر يعني نحاول نلتزم كل إجراءات السلامة اللي موجودة بالقسم، يعني حتى طلابنا دائما متواصلين وياهم، ومو بس يعني نحاول يعني مثلا نشوفهم نسألهم هل هم مثلا عندهم مشكلة أو فتشي، التزام بالكمامات، التزام بالتعقيم بعد ما يقومون من المختبرات أو من الأجهزة أيضا. الحمد لله كل ملتزم، يعني أشوف الطلاب كلها تلبس كمامات، ملتزمين بالمعقمات كلها بواحد بإيده، وهاي وبالقسم اكو يعني تباعد مثل ما تشوفون انه بين طالب وطالب، ندخل مو يعني شعبه كبيره، احنا مثلا 40 طالب بس انه يقسمونا جروبات ومجاميع حتى يكون اكو تباعد بيناتنا، يعني انه المفروض الواحد يهتم بنفسه اكثر، اذا مو على وجهه على الاقل عند اهله، يعني مثل ما اعرف انه الاشخاص الكبار بالعمر يتاثر بهم كورونا اكثر من الشباب. دراسه عن بعد وتعليم مدمج، جامعات تبذل جهودا لاكمال رساله، ودراسه داخل الصفوف، صورا ورسائل تمثل تحديات لواقع يقترب ان يصبح من الماضي. من بغداد منشد الأسدي، العراقية الإخبارية. الوقاية أسلم حل إلي وإلي، بالكمامة والتباعد والتعقيم نرجعها صفر. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. رح نبلش بحوارنا في موضوع كورونا وفي الحديث في برنامج وعيكم عن كورونا مع ضيوفي الأعزاء. من جديد أرحب بكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خليني أبدي بالبداية مع الدكتورة نيران، يعني البعض يتحدث عن دور رئيسي مهم للمواطن في ظل هذه المواجهة الصعبة، كيف ممكن أن يعي المواطن حدود هذا الدور اللي الواجب عليه؟
طبعا احنا اهم شيء الوعي من خلال الاخبار والقنوات والتواصل الاجتماعي. نعم. الاعلام انه بالعزل ولبس الكمامه والتباعد الاجتماعي مثلا عدم التواجد في مناطق مزدحمه. يعني هذه الاشياء حد من يعني انتشار أن يكون المرض. فقط هذا هو الدور المهم والأساسي حتى أنه المواطن يواجه هذه الجائحة. طبعا هو المشكلة احنا المواطن العراقي يعني خلينا نكون صريحين، أنا أحب أكون هيك عفوية وأرد أحكي براحتك. أكيد وهذا هدفنا. مدى يعي خلينا نقول ال يعني شدة المرض وخطورته على المجتمع وانه شلون اسباب الوفيات كلش عالية اذا انصاب بهذا المرض وهذه الجائحة، خصوصا يعني احنا مثلا هسه الحمد لله وشكر نزلت الحمد لله انخفاض صارت 2%. نعم. لكن هذا لا يعني انه احنا نطمئن اطمئنان كامل انه ماكو يعني هذه الجائحة. لكن المواطن يعني فهم هذا الوضع، لأن هذه الجائحة ليس في العراق فحسب، إنما هي في كل دول العالم ومتأثرة بشكل كبير. صح. بس يعني إذا أريد نقارن بين الخارج وبين إحنا الشعب العراقي، أنا يعني كنت في قبل مدة في الخارج. نعم. مثلا في بريطانيا. نعم. كلش كانوا في الدور يعني عندهم العزل كامل. وضع صعب. وضع جدا صعب. نعم. والمصيبة أنه عندهم إصابات رهيبة، يعني 40% باليوم من الوفيات. إحنا نقول الحمد لله والشكر والسلالات الحديثة اللي مأساة. نعم. اللي تتركز بالرئة وتسوي. نعم. الوفاة يعني مباشرة وسريعة، يعني. نعم. سريع الوفاة. إذن هذا بالدرجة. نعم. الأولى احنا دائما نتحدث انه يقع على عاتق المواطن. نعم. اتخاذ الإجراءات الاحترازية. نعم. دكتور ماهر، يعني كيف بدأ العام الدراسي في العراق وبالنسبة لمراحل الطلبة الأولى المباشرة لحد الآن بالدوام؟ طبعا اشكر قناة العراقية لا احنا اهلا وسهلا نعرف عن يعني ماذا يدور في أروقة الجامعات. نعم. خاصة في ظل جائحة كورونا. سبب تأخير طبعا هو لأن العام الماضي هي الكورونا صار لها أكثر من سنة. العام الماضي. نعم. يعني كانت فعلا عام قاسي على الجامعات العراقية والحقيقة التعليم العالي وأيضا التربية، لأن بداية الرهبة مو بس الرهبة يعني والخوف. يعني بالضبط صارت يعني حظر التجوال وبعدنا احنا يعني ما نعرف الجامعات ما تعرف شلون تتصرف ويا الطلبة وشلون تستقبلهم شنو الإجراءات. فصار قرار العام الماضي انه صار الدراسة عن بعد الكترونيا لما اختارينا المنصات المناسبة لما اختارينا الطرق المناسبة للإيصال جهد إضافي. نعم. يعني حقيقة العام الماضي ولحد هسه يعني التدريسي حقيقة والتعليم بالجامعات التدريسي كلش تعب. يعني حتى نقعد الإمارات ساعات متأخرة من الليل من الصبح إلى يعني جت فترة خاصة بالامتحانات من صارت قرار امتحانات الإلكترونية. نعم. يعني نقعد من الساعة 6 الصبح إلى ساعة 12 بالليل. جهد لنحضر الأمر نهيئ القاعات ونهيئ هاي كلها إلكترونيين. صحيح. عن بعد. ويعني اللجان الامتحانية تشتغل وضع الأسئلة، الأسئلة وصلت صحيحة، الأسئلة وصلت كلها للطلاب. الطلاب كلهم حضرة، واحد عنده مشكلة ونراقبهم إلكترونيا. مشكلة أيضا الإنترنت وغيرها. الإنترنت الكهرباء. نعم. كلها مشاكل يعني واجهناها حقيقة، وبس الحمد لله احنا تجاوزناها يعني لقينا لها الحلول ولقينا لها الأساليب ويعني خلينا الطالب يعني خلينا نقول ما يرتبك، يعني مرات نشوف الطلاب يرتبكون خاصة الطلاب المراحل الأولى. لا مو المراحل الأولى، الطالب الشاطر يشوف نفسه أنه راح من عنده الفرصة يخاف أسئلته أجوبته ما رفعت. صح. فإحنا نطمنهم يعني مرات نبقى وراء انتهاء الفترة الامتحان نبقى وياه على تواصل. إذا ما قدر ربما هذه المراحل ممكن أن تأخذ وتعطي وياكم، لكن المراحل الأولى اللي الآن المرحلة الأولى العام طبعا بالضبط احنا العام هم واجهنا صعوبة في المرحلة الأولى يعني. نعم.
المرحلة الأولى احنا كل سنة نستقبلهم يعني حضوريا ونعرفهم على الكلية أجواء جديدة وأجواء جديدة ونعطيهم محاضرة تعريفية ونسوي لهم حفلة تعارف ونشوفهم الحرم الجامعي ايه صح. العام ما جونا الأول فاضطرينا نتواصل لهم عن طريق التواصل الاجتماعي وسوينا لهم صفوف إلكترونية يعني هسه من جو المرحلة الثانية هم صاروا مرحلة ثانية اسالهم اقول لهم انتم مين صح يعني بينما ما ملتقين بين صح. بالضبط يعني من التقي بالطالب من الاول يبقى وياي الى ان يتخرج يعني صحيح. يعني وياي اعرفه يعرفني وحتى صحيح. يعني يشوف شنو هذا الطالب. طيب المرحله الاولى هسه بهالسنه احنا لين السنه هالسنه هم بدينا متاخر كعام دراسي بسبب العام الماضي لان صار احنا نقول شيفتنج يعني اندفع. السنه المرحله الاولى تقريبا صارهم اسبوعين بدوا لأن يعني القبول نعم. المركزي لما طلع ولما التسجيل أخذ وقت نعم. فأخذ وقت صارهم أسبوعين داوموا هم تأخروا عن الطبيعي صح؟ طبعا هو كل العام الدراسي كله تأخر عن نعم. يعني العام الدراسي سواء طيب. الأولى والغيرهم نعم. طيب دكتورة نيران يعني ما الذي يمكن أن يفعله التزام المواطن بجميع التدابير الاحترازية والإرشادات الصحية اللي تصدر من الكادر الصحي أو من الوزارة الصحة وزارة الصحة؟ يعني الالتزام يفعل الإنسان راح يؤدي إلى الواقع حال إيش راح يختلف يعني لا شلون طبعا الالتزام مو احنا قلنا هو اريد نتعرف من خلال اي حبيبتي نعم. احنا الالتزام طبعا كل شيء يساعدنا خصوصا يعني نتمنى انه يساعدون خلينا نقول الكادر الصحي يعني انه هذا التباعد والتزام انه مثلا اذا خلينا نقول مثلا حس بدرجة حرارة من اعراض المرض انه ارتفاع درجة حرارة او قحة او مثلا او اسهال او هذه اقرب مركز صحي يروح يراجع وما شاء الله هواية مراكز يعني سوينا للعزل لاستقبال اهل الكورونا نعم. ما شاء الله اكثر من 60 مستشفى يعني بنينا اكثر من 70 مختبر للمسحات نعم. تخيلي من كنا كم مسحه يعني بالبدايه هسه 40,000 مسحه يعني تخيلي وين صرنا وين هذه نعم. فهاي كلها حلوه متابعه المواطن انه يتابع نفسه يعني من خلال كلامك انه التقييد بالالتزامات لازم ضروريه جدا طبعا لازم نعم. اي لازم نعم أي. نعم إذن احنا باقين ندردش في برنامج نعم. وعيكم لكن بعد مشاهدة هذا الفاصل ابقوا ويانا مشاهدينا الكرام. من أجل حمايتك وحماية الآخرين اتبع التعليمات الوقائية واقطع الطريق على تفشي المرض. الطواقم الطبية في الخط الأول لصد كورونا فتعاون معها وقدر جهادهم هذا. احرص على سلامتك وسلامة الآخرين وأنت في محل التسوق فالوقاية واجب الجميع. تعقيم يديك قبل الدخول إلى محل التسوق. حاول أن تبقى على مسافة من المتبضعين وكذا الموظفون في نهاية عملية التسوق. إبعاد الأيدي عن الفم والأنف والعينين بعد أي تعامل مع العملات الورقية. باتباعك الإرشادات والتوصيات تساهم بأمن مدينتك والقضاء على العدوى والوباء. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وضيوفي الأعزاء. دكتور ماهر يعني كيف ممكن أن نحقق التباعد الاجتماعي في ظل هذه الجائحة في الجامعات؟ هل هناك قرارات معينة؟ طبعا هي قرارات صدرت من يعني من وزارة جتنا القرارات أو التعليمات اللي هي نعم. معتمدة على تعليمات وزارة الصحة وخلية الأزمة نعم. صار قرار أنه الحضور لأن يعني إحنا عندنا خاصة بعض الكليات العلمية والهندسية إحنا والطبية الكليات هاي بيها جانب عملي تطبيقي والجانب العملي لا مهم جدا مهم جدا أكيد لأن أنت هاي دا تهيئين أنت جيل فالجيل بالضبط لازم نعم. عنده متمكن عنده قابلية للتعامل مع الحالة فصار قرار انه الدوام اليومي حضوري يعني احنا نسميه حضوري لان احنا صار نظام التعليم المدمج نسميه نعم. التعليم المدمج ما بين الالكتروني او عن بعد والتعليم الحضوري التعليم الحضوري هو فقط للجانب العملي يعني مختبرات
فإذا احنا عندنا المختبرات حتى نسوي هذا التباعد بالمختبرات، لان احنا ما عندنا مشكله بالالكتروني لان كل طالب قاعد ببيته او في مكان هو اللي يختاره. نعم. اما الحضوري فيصير بالمختبرات. المختبرات طبعا اكيد احنا المختبر مثلا يستوعب فد 30 طالب او 40 طالب. انا ما معقول ادخلهم 30 او 40 طالب. فصار قرار احنا يعني كعماده كليه ان نقسمهم المره بالنص، فنسويهم كانما شعب نسوي شعبتين حتى تحققون التباعد الاجتماعي. هاي شعبتين نخلي كل واحد في وقت معين. نعم. وبنفس الوقت من يطبون دول العشرين يطبون على شكل مجاميع دفعات بالضبط حتى نخفف ونقلل من الـ يعني الـ التقارب. نعم. خلينا تباعد. طبعا احنا اكيد نخليهم يلتزمون بالضوابط الصحيه، كمامات والمعقمات، واحنا هم موفريها بالمختبرات يعني اضافه. نعم. انه موجهين الطلاب. والطالب مرات نشوفه ما يدخل المختبر اذا ما عنده ما لابس كمامه، واذا نشوفه مثلا في حاله محرجه وهذا احنا موفرين كمامة بس. يعني انتم موفرين الاجواء موفرين المناسبه للطالب والاستاذ. بالضبط. اكيد الاستاذ وهذا احنا الاستاذ يعني قبل ما يكون الطالب احنا الاستاذ هيئنا والمختبرات. نعم. والقاعات والكليه كلها نعفرها يوميا. نعم. تقريبا يعني. نعم. طيب دكتوره نيران، هل هناك اهتمام فعلي بالمواطن العراقي من خلال المتابعه المستمره لمراحل تطور الكورونا؟ يعني هل هناك جهود وطنيه لمتابعه هذه الحالات؟ طبعا اكيد هو العراق من اوائل الدول اللي اتفقت مع كوفاكس لحجز 16 مليون جرعه من اللقاح. نعم. اولا كان على اساس فايزر لقاحين في البدايه. أي. نعم. فايزر والانجليزي. نعم. يعني بس فايزر كلش غالي ويكلف الدوله 30 دولار وبعدين لازم ينحفظ تحت درجة ناقص 70. تخيلي. نعم. إمكانيات لوجستية. بالضبط. نعم. إمكانيات لوجستية. فالحمد لله اتفقنا هسه همين يعني هو راح يجينا نهاية الربع الثالث. نعم. مليون ونص جرعة من فايزر. مه. بس قبلها راح تجينا الحمد لله وشكر من اللقاح الإنجليزي. مه. اللي هو يعني يساعدنا أسهل أرخص وما يحتاج ينحفظ بهيك درجة يعني مئوية. نعم. باردة. ربما هذا التأخر بي يعني بجلب هذه اللقاحات. نعم. إلى العراق ربما بها منفعة نوعا ما، لأن أكثر بقية الدول استخدموا هذه اللقاحات والبعض ما أثرت بهم. صح صح. أكيد. لأن بالبداية تخيلي أول شيء انطوهم مثلا خلينا نقول على سبيل المثال بريطانيا. نعم. انطوهم الجرعة أولا من 90 سنة وفوق الفئات العمرية من 90. نعم. قالوا لهم ورا أسبوعين نعيد الجرعة الثانية. شافوا أنه من الجرعة اللي ياخذوها يصير عندهم صداع كلش قوي، سخونة قوية، مأساة يعني ما يتحمل اللي هو أصلا ممرض يعني. صح. عرفت شلون؟ صار هسه غير شكل انه البروتوكول انه ورا 3 اسابيع او 12 اسبوع. ليش؟ حتى خاف انه تظهر علامات مثلا مال كورونا على هذا اللي اخذ اللقاح انه يصير يعني زين يعني ضربت النفع. بالضبط. الحمد لله والشكر. فهذا شيء زين انه يعني الحمد لله والشكر. بالاضافه انه تخيلي هم مش قد وصلوا يعني يسالون مثلا يقولون ليش مو احنا ليش مو هسه اللي قدام خلينا ناخذ احنا شلون؟ لا احنا تعرف طبيعه الانسان مستعجل يحب يعرف التفاصيل. أقول أنا الحمد لله وشكر إحنا فئات العمرية عندنا بالعراق متوسطة. يعني ما عندنا 90 هواية فوق 90. هناك عندهم يعني تخيلي أخذوا لقاح فوق 90 خلصوا توهم وراها 85 وراها 80 وبدأوا ويا 80 جماعة الصحة. يعني كلهم من الطبيب إلى أصغر موظف عندهم. لكن هي فرق من البداية مهيئين الفئات. فإحنا الفئات مالتنا حلوة من. نعم. من وزارة الصحة كلها. نعم. إلى حتى الإعلام الأمن زين. الكبار العمر والمصابين يعني اللي مثلا كبار عمر عندهم مثلا سكر او ضغط فحلوه. نعم. يعني شغلتنا مرتبه وحلوه يعني والحمد لله والشكر. ان شاء الله. دكتور ماهر، الى اي مدى اعتمدت خطه التدريس على المزاوجه يعني بين التعليم داخل صفوف الجامعات العراقيه؟ يعني هو المزاوجه المقصود قصدك يعني الدمج المدمج.
احنا نعم. نسميه احنا هذا قلت لك احنا سوينا الدروس النظريه الكترونيه نعم. فاحنا مهيئين من العام اخذنا يعني الترتيبات والسنه نفسها وطورناها طبعا السنه نعم. منصات تعليميه نعطيها للطلاب والطالب يقعد هو بالبيت وعنده نعم. طبعا اكيد احنا راح نهيئ له فد الماده اللي نريد نلقيها حسب طريقه الاستاد. وطبعا هي بنفس الوقت المحاضره من تكون مثلا محاضره بدا الصبح الساعه 8:30 راح يكون اكو عندنا يسموه منصه حضوريه تفاعليه الطالب قاعد والاستاذ قاعد والماده كانما بالصف يشرح الاستاذ للطالب الماده ويشوفه. كيف وجد التعاون او تفاعل الطلبه مع هذه المنصات؟ طبعا اكيد هم الطلبه يعني هم جيل احنا خلينا نجيل جيل الرقمي فاكثرهم الطلاب احسن من عندنا صاروا يعني اي فمستمتعين بها يعني والدليل على انه هم هسه يقولون يا ريت يبقى الكتروني يعني صحيح. وحتى الامتحانات متونسين عليها يعني حقيقه هي يعني فشي حلو خاصه الماده النظريه يعني تعطيها من احسن من ما تكون حضوريا نعم. بس بنفس الوقت احنا نطمح انه الامتحانات تبقى حضوريا لان هذه بها اشكالات الامتحانات. وانتم مهيئين الاجواء احنا كلها مهيئه كلها التباعد والقاعات احنا مهيئه كلها عندنا هاي الاجواء كلها مهيئه ربما يعني هذه الخطوات في نصف السنه راح تتم. احنا بعد ما نعرف التعليمات لحد الان ايش راح يصير بالنصف الثاني بس هسه التعليمات الواقعيه التعليم المدمج نعم. الحضوري فقط للعملي والامتحانات النهائيه صارت ايضا نسب يعني حددونا بنسب معينة انه قسم يصير حضوريا وقسم يصير الكترونيا حتى لحفاظا على الرصانة نعم. طيب دكتورة نيران في ظل المستجدات الحديثة وتطور الجائحة وظهور سلالات كثيرة هل هناك خطة احترازية يعني موجودة في العراق لا سامح الله في حالة انه ظهرت هذا نوع من السلالة؟ طبعا يعني احنا حتى لو هسه احنا قلنا انه مثلا اوكي 2% نزلت الحمد لله الاصابات نعم. وبالمدارس خلينا نقول بالمناسبه بالمدارس 1% يعني الحمد نعم. لله اصابات قليله جدا نعم. اي بس مسوين احنا دا نسوي متحضرين الى ان نحضر مراكز حسب ما عرفت ايضا الاجهزه راح توصل طبعا خاصه بالسلاله الجديده طبعا نعم. ومراكز للعزل جديده هسه راح تنفتح بكربلاء والنجف والناصريه نعم. مستشفى يعني 3 مستشفيات اللي خلينا نقول لاستقبال الكورونا اذا كان من يعني سلالة جديدة أو هو نفسهم القديمة أي بالإضافة أنه متحضرين إذا للحجر نعم. وكذلك المسحات يعني زيادة المختبرات إحنا عندنا 70 مختبر عندنا 60 مستشفى بالعراق نعم. وقلنا يعني يعني مهيئين كل مهيئين كلها حتى الكادر نعم. الكادر كل شيء يعني من السرنجات من كل شيء يعني يحتاج المواطن جهود كبيره الكادر الجيش الابيض جهود كبيره بهذا الموضوع طيب دكتور ماهر يعني عملت المؤسسات الاكاديميه من خلال الفتره الماضيه جاهده حتى تقدم مساعده او تجهيز المستشفيات بالكوادر الطبيه اجهزه مختصه تحديدا الجامعه التابعه لكم ماذا قدمت في ظل هذه الجائحه؟ أنا إذا أريد أتحدث عن جامعة بغداد طبعا عدة كليات هي من ضمنها نعم. كلية طب وكليات صيدلة وكليات ككليات هندسة يعني كهندسة يعني بجامعة بغداد خاصة هندسة خوارزمي نعم. احنا الجهد اللي نقدر نقدمه انه هو اسناد خلينا نقول هندسي اللي هو سوينا يعني اخذنا دخلنا فريق عمل دخل مشترك بيننا وبين كلية الهندسة اللي هي التابعة ايضا للجامعة بغداد احنا كليتين هندسية نعم. في تصميم وتنفيذ جهاز التنفس الاصطناعي هو وزارة نعم. الصحة طبعا بمساعدة وزارة الصناعة مع الفريق يعني تم التعاون أكيد نعم. وأكو تعاون كان أيضا آخر من خلال كلية الطب وكلية هذا يعني تعاون موجود كان متوفر أيضا في توفير كثير من المستلزمات يعني كانت فإحنا كليتنا إحنا كخوارزمي يعني فريق العمل مالتنا قام بتصميم هذا الجهاز نعم. وقدموه. طيب الدكتور ماهر يعني تتوقع أنه دعم المسيرة العلمية ممكن بخضل هذه الجائحة خلق جو عام دراسي يعني يرفع من أداء الطالب؟
بهذا يعني بضمن هذا الجحس احنا نخلق اكيد، يعني احنا لازم احنا نحافظ على الرصانه هذا بحد ذاته تحدي. اي بالضبط، هو اكيد تحدي يعني. فعلا العام كان انا اقولها تحدي فعلا يعني. نعم. ما كنا متوقع باللحظات مني طانا قرار انه لازم يصير التعليم عن بعد. راسا اختارينا المنصات، تجاوبنا ويا الطلبه الاساتذه، اخذوا ورش عمل سريعه. ليش قلت لك يعني كنا نبقى لساعات متاخره نسوي ورش عمل. نعم. ونسوي تدريب للطلبه حتى لا نوقع باخطاء. وتحدي فعلا كان. وهسه يعني صرنا خلينا نقول احنا بروفيشنال يعني خبراء بالمواجهه. وهسه يعني اكو افكار انه بدنا نطور هاي المنصات تصير مثلا منصات عراقيه، يعني مو معتمد على منصات موجودة جاهزة. يعني حسب ظروف الطلبة أو حسب ظروف الكلية. نعم. عندما إذا نفكر بهيك شلون نسوي فعلا، ومن ضمن المنصة الوحدة حمد نسوي فد أساليب شلون يعني نوصل المعلومة للطالب، شلون نسوي الأسئلة، نموذج الأسئلة. أسئلة يعني بها رصانة. بني يجاوبها الطالب بطريقة رصينة، مو ما يجاوبها بطريقة مثلا. وبالتالي هذا جيل يعني احنا نسعى إلى أنه يكون بمستوى عالي. هو جيل يعني حقيقة يعني مرات من ألتقي بطلبة يعني يعني أحب ألتقي دائما بطلبة، يعني أشوفهم فعلا عندهم وعي، عندهم يعني هم يحبوها، حابيها للشغلة الجديدة. الحمد لله. الحمد يعني لله. الكلام بحضرتكم جدا ممتع، لكن للأسف هذا الوقت يعني ما يسمح به. شكرا للأستاذ المساعد الدكتور ماهر يحيى عميد كلية الهندسة الخوارزمي جامعة بغداد، نورتنا في برنامج وعيكم. والدكتورة نيران التميمي اختصاص طب عدلي عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة. إن شاء الله يتكرر اللقاء. نورتينا في برنامج وعيكم. أهلا وسهلا. من يقرأ الماضي بطريقة خاطئة سوف يرى الحاضر والمستقبل بطريقة خاطئة أيضا، ولذلك لابد من أن نعرف ما حصل في هذا الأخطاء كي يتجنبها مرة أخرى، ومن الغباء أن يدفع الإنسان ثمن الخطأ الواحد مرتين. السعادة ليست في الجمال ولا في الغنى ولا في الحب ولا في القوة ولا في الصحة، السعادة في استخدامنا العاقل لكل هذه الأشياء. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.